بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان أهدن نمبر variables المثال الثاني. يمكن تكون المثال ده يا جماعة علشان نشتغلوا عليه كان لازم نشتغل على الكاونتر اللي هو كان في الحلقة اللي فاتت. هنحاول نستخدم القصة دي بشكل وظيفي شوية في السلايد اللي قدام منينا بتصميم عام. عندي يا جماعة حاجة زي كده، لو أنا كليكيت على الإجابات الغلط أنا بنمثل تمثيل يا جماعة. لنفرض أنا عندي الريفرنس بتاع الفاريبل ريفرنس الأخضر اللي هو فيه صفرات، ده أنا شايفه إجابة غلط فبيديني احتمال واحد. الاحتمال التاني الاحتمال التالت بيديني اكسبريشن بيقول لي انت انا نفذت 3 احتمالات، فلو انت عايز تعمل تراجين دوس اكس فبتلاقي ان القيمه دي تتصفر، لو ضغطت على الاحتمال الصحيح يديني جود انسر. ده الشيء العام اللي احنا بنحاول نستخدم فيه النمبر فاريبلز ديت يا جماعه. طيب كتصميم كده بمنتهى البساطه، انا عندي في تصميمي يا جماعه ده تكست بوكس، وعندي بعدين خلوني ابص على التايم لاين. طيب عندي صورة 2 3 4 5 صور أو 4 صور، صورة 2 3 4 4 صور رايت جميل، ومعايا بعدين التكست بوكس اللي فوق اللي هو كاتب فيه مش عارف ايه، ومعايا التكست بوكس اللي هو كاتب فيه الريفرنس برضه يا جماعة من اللي هو من تحت، وبعدين معايا الريكتانجل الأربعة دولت اللي هم الأربعة اللي أنا عاملهم حدود يمين شمال فوق تحت على سبيل إن أنت تحول كأطر للسلايد ديت. ده التصميم يا جماعة، ومعايا 2 سلايد لير، سلايد مكتوب عليها مكتوب فيها جود الإجابة الصحيحة ومسميها أنا جود، والسلايد التانية مكتوب فيها تراي أجين ومعمول عليها وموجود فيها ال 2 أوبجكت تكست بوكس طبعا اللي فيه كلمة تراي أجين والإكس ديت. رايت تمام. أنا محتاج إني أصفر كل التريجرز اللي موجودين معايا وارجع للتريجرز الاساسيه كلهم برضه، هحاول انا نحذفهم، ولو الناس اخدت بالها انا هبتدي احذف بشكل عام كل الفاريبلز بتوعي علشان نشتغل على بروجكت بكل بساطه يا جماعه. بعد ما اخدنا بالنا من النظر عامه عن قصه التصميم بيتكون من ايه وفي ايه بالظبط، هروح انا ابتدي اعمل فاريبل جديد. الفاريبل اللي انا هنبتدي ندرجه يا جماعه ولنفرض ان انا نسميه 3 كليكس، انا بكتب انجلش 3 كليكس مثلا كاونتر للدلالة على اني انا نضغط، هو عداد بيديني 3 محاولات، بعد ال3 محاولات مش بيسمح باني هو يضغط على محاولة رابعة. ده من نوع نمبر، والفاريبل الافتراضية الاولانية بتكون عبارة عن 0 اوكي، عشان هو ابتدي يعد لي من 0 وانت ماشي. انا نبتدي نضغط اوكي كده تمام رايت مفيش مشاكل، انا كده معايا الفاريبل بتاعي. النقطة التانية اكزاكتلي يا جماعة نحاول نبتدي ندرج ايه، ندرج الريفرنس بتاعي. انا اعمل ديليت، انا معايا دي تكست بوكس ومن قائمه انسيرت اروح ابتدي ادرج الريفرنس بتاعي تمام اوكي. كل القصه بمنتهى البساطه، جاست انت بتكتب اس لور ساين قبل منه اس لور ساين بعد منه، بتلاقي ان الريفرنس بتاعك تم ادراجه ده عشان تبتدي انت تعمل تيست عليه. يعني لو انا عملت بريفيو للسلايد ديت يا جماعه وانا مش معايا غير سلايد واحده بس فيها صفر، ده القيمه الافتراضيه فاكرين اكزاكتلي القيمه الافتراضيه اللي هي اول قيمه رايت جميل اوكي. النقطه الثانيه خلونا نشتغل على الفاريابلز الغلط يعني تمام. هندرج الكاونترز اللي هي بتحاول تحسب لي الاحصائيات الغلط بعدين الصح في الاول. انا على سبيل التمثيل يا جماعه انا هنقول ان الاختيار الاول والاختيار الثاني الاثنين دولت هما الاستجابات الغلط، ابتدي ادرج التريجر والتريجر ده كل قصته ان هو يبقى ادجاست فاريبل. انا شايله متغير، انا متغير اللي انا لسه عامله اللي هو 3 كاونترز، ده هيعمل ايه؟ ده هيساوي ايه؟ هيساوي قيمه معينه. انو قيمة هيساوي القيمة مثلا 1. لما ايه؟ لما اليوزر يكليك على مين بالظبط؟ اليوزر يكليك على صورة معينة البيكتشر التانية. يبقى بمنتهى البساطة خلي لي الفاريبل اللي اسمه 3 كليكات قيمته تكون 1 لما اليوزر يضغط على الصورة دي تمام يا جماعة. يعني بمنتهى البساطة لو انا عملت بريفيو للسلايد ايه اللي هيحصل لو انا ضغطت على الصورة؟ اعمل لي كاونتر 1 2، كل ما بنبتدي نضغط ده انا قلت له انها بتساوي 1،
عشان كده مش راح تنفع بتساوي واحد بس، المفروض انها تضيف لي واحد في كل مره ابتدي يضغط عليها علشان لغايه لما اوصل مين اكزاكتلي يا جماعه، لغايه لما اوصل لثلاث احتمالات، فمش هينفع يساوي، المفروض انها ات ضيف لي واحد، ضيف لي القيمه واحد لما اليوزر يضغط على البيكتشر 2، يبقى في كل مره اليوزر راح يضغط فيها على البيكتشر 2 هيبتدي يضيف لك واحد، بمعنى ايه كاونتر ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه الى ما شاء الله، كل ما بيبتدي يضغط بيبتدي يضيف لك واحد. ده انت محتاجه في ايه؟ محتاجه بالظبط عشان تحط رينج معين في ثلاث محاولات بعديها مش تسمح بالزياده، بالعكس انت هتحاول تصفر المتغير علشان يبتدي يحسب لك من اول وجديد. رايت ممتاز. علشان برضو نوفر في الوقت هنعمل سيلكشن يا جماعه، ونبتدي نعمل كوبي ونعمل سيلكشن على البتاع الثاني، ونبتدي نعمل بيست، هنلاقي هو اوتوماتيك طبق لي نفس الكلام على مين؟ على الصوره الثانيه. فكده انا عندي صورتين يا جماعه، وانا شايف انه ولنفرض الاثنين دولت هم الاستجابات الايه المش صحيحه يعني. تمام اوكي نشوف اديات ادات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الى ما شاء الله، تمام كده الكاونترين شغالين معايا جميل خالص. اوكي المرة الخطوة اللي جاية المفروض اني انا نعمل تريجر علشان يظهر لي الاستجابة الغلط، متفقين اللي هي الاستجابه بتاعت تراجن لو الاثنين دول غلط. رايت اوكي هبتدي اعمل تريجر، التريجر ده كان عباره عن ايه؟ اكزاكتلي يا جماعه كان خاص بانه يعمل لي شو لاير، انو لاير اللاير بتاعت تراجن، امتى؟ لما اليوزر يكليك، يكليك على مين؟ ولا لما اليوزر يكليك ولا ايه بالظبط يا جماعه؟ لا مش هينفع لما اليوزر يكليك على حاجه معينه، اكشولي لما ال لما تحصل حاجه تانية، لما الفاريبل يتشينج، انو فاريبل الفاريبل بتاع ثلاث كاونترات يتغير يكون ايه؟ لازم نحتاج ندرس جمله شرط. ايه جمله الشرط؟ ها لما لو الفاريبل اللي اسمه ثلاث كليكات ده اللي يحصل بيساوي يساوي قيمه معينه اللي هي القيمه ثلاث، يبقى لما الفاريبل اللي اسمه ثلاث كاونترات قيمته تساوي ثلاثه اللي يحصل؟ اظهر لي اللير اللي اسمها مين؟ اظهر لي اللير اللي اسمها تراي اجين. تمام كده جميل خالص. يبقى لو عملنا مثلا بريفيو للسلايدات اللي هيحصل، نقول ادي مره ادي مره اتنين التالتة يبتدي يظهر لك السلايد اللي اسمها تراجين، لكن انت هي مش شغاله معاك بس الكاونتر برضو كده شغال جميل. اوكي انت بقى عايز تعمل ايه؟ عايز لما في اللير بتاع تراجين عايز تخلي الاكس ده يرجعك للخيار الاولاني تاني اللي ما نعلم ده عباره عن تكست بوكس، ده تكست بوكس لون يا جماعه. تمام علشان كده ابتدي اعمل تريجر تاني وانا موجود جوه السلايد لير بتاع تراجين، هبتدي اعمل تريجر، التريجر ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي هايد لللاير اللي هو موجود فيها، هايد لللاير ديت لما هايد لللاير لما اليوزر يضغط على فين؟ لما اليوزر كليك على الاوبجكت اللي هو كان عباره عن تكست بوكس 2. خلونا نراجع مره تاني الاوبجكت اللي اسمه تكست بوكس 2 اكزاكتلي يا جماعه، يبقى اعمل لي هايد لللاير ديت لما اليوزر يضغط على مش عارف مين، فبالتالي هيرجعني لللاير اللي انهو الانتايتلد سلايد. نعمل له بريفيو للسلايد كده مره تاني وضغطه مره اتنين تلاته، يبقى تراي اجين لو ضغطت على الاكس هيبتدي يجيب لي مره اتنين. خد بالك ان الكاونتر كده شغال معايا اربعه خمسه الا ما شاء الله، وفقدت القصه بتاعت التلات احتمالات. يبقى انت محتاج ايه تاني لما اللير تتعمل لها ريلود او لما تحملها مره تانيه او لما تختفي؟ انت محتاج برضه تصفر المتغير عشان يكون صفر، يبقى انت محتاج تريجر تاني جوه التراي اجين. اكزاكتلي يا جماعه محتاج تريجر تاني، التريجر التاني ده هيعمل اللي هيخلي لي الكاونتر يرجع لصفر. يبقى التريجر بتاعك هيكون عباره عن ادجاست فاريبل، انو فاريبل بتاع ثلاث كليكات علشان ايكوال تو علشان يساوي قيمه معينه اللي هي القيمه صفر لما اليوزر يضغط على الاوبجكت اللي اسمه تكست بوكس 3. تمام يبقى خليه المتغير بيساوي صفر، او انت ممكن برضو تخليها بنفس الفكره سبتراكت قيمه اللي هي 3، يعني اطرح لي 3، احنا مش بنقوله بعد 3 محاولات، او اطرح لي منها القيمه 3 اللي هي 3 ناقص 3 اللي هتديني يا جماعه القصه بتاعت انها بيساوي صفر. خلينا طيب نتاكد من المشهد ده بريفيو، ماشي سلايد اور سين الاثنين كده كده ما عنديش غير نقطة واحدة بس، ادي واحدة اتنين تلاتة يقول لي تراي اجين وكليك يرجعني القيمة صفر، واحدة اتنين تلاتة يقول لي تراي اجين وكليك يرجعني القيمة صفر، كده المبدأ ده يتشغل معايا.
يتبقى اني احاول ابرمج الاستجابه الصحيحه بمنتهى البساطه. اروح عند البيز لاير واقول له والله يا جماعه دايت في لو كانت دي الاستجابه الصحيحه ابتدي اعمل لها هي الشو لاير التريجر بتاعها شو لاير انو لاير اللي هي اللي اسمها جود. لما اليوزر يبقى على بيكتشر 3 كده انا بكون لو انا عملت بريفيو للسين دايت بمنتهى البساطه كده. لو اضغط كليكين ثلاثه تراي اجين كليك كليكين استجابة غلط ثلاثة تراجين كليك استجابة صحيحة يبتدي يقول لك جود انسر. ديت الفكرة بمنتهى البساطة اللي هي كانت خاصة بإني اني احاول نشغل النمبر فاريبلز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.